ونروح من تألق الأهلي ونروح من فوزهم لتتويج فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية بعد الفوز على ناظرهم عالي البحريني في المنافسة اللي جمعت ما بينهم امبارح في صالة استاد القاهرة، عشان يحقق فريق سيدات تنس طاولة الأهلي إنجاز بالفوز في جميع المباريات اللي لعبوها قبل ما يصعدوا للنهائي وياخدوا اللقب على حساب المنافس البحريني عن جدارة واستحقاق. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كل الألعاب اللي بينافسوا فيها، وتكون 2023 وش الخير والسعادة علينا كلنا يا رب.